يعمل فريق منظمة الأجهزة الإنسانية على تحديد وتقييم احتياج بعض المدارس بمدينة الرقة، وطبعا يرافق تقييم الاحتياج عدد من جلسات الدعم النفسي والجلسات الأنشطة الحركية والترفيهية اللي تساعد الأطفال على التفاعل بطريقة إيجابية أكثر، بالخصوص فئات الأطفال اللي يعانون من بعض المشاكل. أهداف البرنامج أنه يشتغل على دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات بالأطفال اللي هم بمراحل متقدمة وبمراحل سوية من حياتهم الطبيعية، كونها شريحة من شرائح المجتمع قام تتعرض شوي للتهميش والخذلة. المدارس المستهدفة هي 17 إلى 20 مدرسة، طبعاً من ضمن الأنشطة فعاليات حركية وأنشطة تثقيفية حول النظافة وحول أهمية التعليم وحول المحافظة على الصحة الجسدية للطفل والاهتمام بالمرافق العامة.